سبحان الله بشكل يعني مرعب ومفاجئ، يعني العلماء لا يعرفون تفسيرا لهذه الظاهرة. سبحان الله، انظروا هذا كراج سيارات خسف، وهذا بيت، وهذه سيارة أيضا، وهذا حيوان، وهذا انظروا إنسان واحد يمكن أن تخسف به الأرض. سبحان الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. سبحان الله. ورأينا كذلك أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم أخبر البشرية بهذه الأحداث قبل وقوعها ب14 قرناً. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قيل: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. واستعمل عليه الصلاة والسلام كلمة آخر الزمان للتعبير عن الزمان الذي تقع فيه هذه الحوادث، وبين أن حدوث هذه العلامات دليل وإشارة إلى اقتراب الساعة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بما يجري حولكم وبينكم، وتوبوا إلى ربكم. لما حدث الخسف بقارون لم يكن السبب يا عباد الله أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة، بل إن السبب أنه عصى الله ورسوله، كما قال الله عنه: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه